ايه اللي هيحصل مع شريف اكرامي بعد التويته اللي عملها وان هو هيسيب النادي الاهلي بنهايه العام؟ شريف اكرامي واحد من العناصر المهمه قوي والركائز الاساسيه في التيم، شانه شان حسام عاشور ووليد سليمان واحمد فتحي. وانا يمكن كان ليا جلسه من 48 ساعه كده مع الرباعي ده، واتكلمنا يمكن المرحله اللي احنا في مرحله هي حسم في حاجات كتير، تثبيت اقدامك بقوه في الدوري، يعني مشوارك في البطوله الافريقيه، حسمك لبطوله السوبر باذن الله المحليه مع نادي الزمالك، فده مشوار في الضراير رغم ان ايامه قليله لكن ماتشاته تقيله قوي. فكان مهم جدا يبقى في مزيد من التركيز شديد جدا، وده كان كلامي معاهم، لكن ان شاء الرحمن في مارس باذن الله عندنا وقت هنتكلم فيه مع الكل باذن الله. ده الفيصل في الرباعي. يعني كان مطلوب جدا رسائل طمانه للرباعي من كابتن سيد عبد الحفيظ لان ده ما حصلش. انا الرباعي بالنسبه لي، الرباعي بالنسبه لي دول يعني دايما انا في مشوار شغلي او في حياتي بقول ان اللعيبه الكبيره بتبقى العكاز اللي انت بتسند عليه دايما، يعني دايما بتبقى لهم دور كبير جدا في غرفه خلل. بس لازم تطمنه، لازم تبعت له رساله برضه. اتكلمنا مش رساله، انا اتكلمت مع الرباعي زي ما قلت لك من 48 ساعه. ومهم قوي المشوار اللي احنا فيه في فبراير اللي احنا فيه ده، فكان محليا وافريقيا وسوبر كمان كبطوله، مهم ان انت تثبت اقدامك في بطوله الدوري، مهم ان انت ان شاء الله تحصل على بطوله السوبر، مهم جدا ان احنا نكمل في افريقيا، فالمباريات متلاحمه قويه جدا جدا جدا، ده اللي هي نتاج ممكن الموسم كله. فعشان كده اتكلمت معاهم وقلنا ان في شهر مارس باذن الله هيبقى لنا قعده او تفصيليه للموضوع ده باذن الله. يعني ممكن شريف اكرامي نشوفه السنه القادمه ان شاء الله في النادي الاهلي؟ بص يعني شريف واحد زي ما قلت لك شان الرباعي ده واحد من الناس المهمه جدا يعني، لكن كمان يعني يمكن الواحد من الناس اللي هي بتقول للعيبه وبتدي ومحترم الاعلام جدا وبقدره جدا وعارف كويس قوي ان هو في شغل وكل حاجه، لكن كمان احنا بيبقى عندنا في وقت شغل بنمنع شويه الناس ممكن بتزعل سنه، لكن احنا كمان زي ما بتبقى انت حريص على شغلك انا كمان ببقى حريص على شغلي، يعني بنمنع شويه في وقت من الاوقات الكلام في الميديا او كلام في التلفزيون او كلام بشكل عام في راديو او صحافه ولا حاجه. بدخل عنصر جديد دلوقتي اسمه السوشيال ميديا، يعني حتى الصفحات او انستجرام، عشان كده برضو انا قلت للعيبه وجمعتهم وقلنا مزيدا من التركيز واهميه المرحله، انا ما فيش ولا لعيب يجيب اسقاط على النادي او اسقاط على شخصه كلاعب في النادي، ممكن مع اسرتك ما فيش مشكله لو بتبارك لحد او بتعزي حد ده شان طبعا يخصك طبعا ده مهم، لكن في اسقاط على النادي او اسقاط على الفرقه او اسقاط على حاجه تخص النادي ده ممنوع، فالعقوبه هتبقى نفس الكلام اللي بيحصل لو اخترق حد من غير استئذان دخول في مداخله او حديث صحفي او حوار يعني. تمام كابتن سيد، انت كنت لعيب كبير وتعلم مدى اهميه وجود لعيبه بقيمه احمد فتحي وشريف اكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور طبعا الكابتن وسط اللعيبه اللي داخله جديد مع النادي الاهلي اكيد.